السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في ساكو وبوريكم بس المواطير الكهرب، مولدات الكهرب. احنا جايين بناخذ واحد، فقلنا نصور لكم دام ان عندهم. شوف السعر، هذا يبدأ من هذا قوة 1200 واط، وطبعا 220 يعطيه، يبيعون ب 1300. فايرمان ما ادري والله وش المنتج صراحة، فايرمان ما اعرفه، بس ابغى اعطيكم فكرة عنه. وكم الجالون، كم جالون يعني يتحمل او يسع؟ ترى هذا مهم جدا عشان ترتاح يعني في عملية تعبه، وايضا الصوت ايضا. هذا ب 1200 1600 كيلو واط، اكثر من هذا 400 واط، بس هذا 1200 لون كين. وفي الاشياء اللي مرتبة زي هذه 2700، كم واط هذا؟ 1800 واط. كل ما يزيد واط كل ما يصير، شوف حاطين 1800 واط وهنا 1600 واط. لا والله صراحة ما ادري عنهم. اي لا لا سوري، جنرال 1600 ريتد 1600 واط ويعطيك 1800 واط. طيب 2700 ريال. وكل ما يزيد الواط كل ما يزيد قدرته على تشغيل لمبات اكثر واجهزة كهربائية اكثر وهكذا يعني. ايضا هذا اكبر منه، هذا 3000 واط لون سين. كم سعره هذا؟ 5260 ريال صيني، كله صيني طبعا. ايضا هذا فايرمان، يعني عندنا فايرمان هنا وفايرمان هنا. شوف هذا المرتب هذا، وعندنا لون سين هناك. شوف اثنين، هذا البراند اثنين اللي موجودة. كم سعره هذا؟ هذا 900 واط، اقل منهم كلهم يعني 2300. ما ادري عاد كم تحتاج انت، نشوف كم تحتاج وش اللي عندك. في الغالب اهل البر ما يحتاجون شيء، انوار بسيطة وجهاز تلفزيون، جهاز ريسيفر يعني شيء زي كذا، شحن، اشياء بسيطة يعني ما الغالب ما يحتاجون. لكن هي راجعة لك، اللي طالع كشتة صغيرة مو زي اللي كاشت. شوف هذاك بعد 1500 واط، اللي طالع رحلة بسيطة كشتة بسيطة، مو زي اللي يعني عنده مخيم. فهي على حسب حاجتك انت. هذا من هوندا، يقولون هوندا، هوندا معروفة، هوندا في عالم المولدات الكهربائية. 1500 واط ب 3130 ريال. انا ما اعرف صراحة في اي وحدة، يعني ما اعرف في المولدات الا الهوندا فقط. اللي جرب غير الهوندا مثل فايرمان ولا لونسرين يعلمنا، وش الافضل فيهم، يكتبنا في الكومنت من تجربة يعني شخصية، يكتب في الكومنت اسفل حتى الناس تستفيد. هذا لونسرين. طبعا كل هذه يعني انا ماني مختص كثير صراحة في هذه، بس اللي مختصين يعرفون هذه الأرقام وش تعني. وجود مثل هذا ترى مهم، أساس الموية لما يصل للسويتش، يعني هذا أفضل من اللي كذا عريان. هاي اللي هنا أفضل من هذا اللي مغطى يعني. بس هذا هي، احنا قلنا نجينا مدام نبي نشتري واحد منها صراحة، ما بعد قررنا للحين، أو إذا قررنا نتخذه وبعدين نشوف وش الأفضل.